صباح الخير. في مقالة اتنشرت من كام يوم عن الالتهاب الكبدي الفيروسي، كانت بتعاون الدكتور تشارلز رايس مع باحثين اخرين عشان نقدر نتفهم هذه المقالة. هو بيتكلم في اختصارات كتيرة جدا في هذه المقالة، فاحنا هنذكر معنى الاختصارات دي الاول عشان لو عدينا عليها نبقى فاهمين معناها. اول حاجة، هو بيعمل مقارنة ما بين آلية العوامل المضادة للفيروسات ذات التأثير المباشر، دي اختصارها DAAS، وهذا معناه ميكانيزم اوف دايركت اكتنج انتي فايرال ايجنتس DAAS، مع عوامل استهداف المضيف اللي هي ال HTAS، ودي معناها الهوست تارجتنج ايجنتس اللي هي ال HTAS. دي بتحصل المقارنة ما بين ده وده للحصول على افضل كيفية معرفة لاستهداف الفيروس الالتهاب الكبدي. وبرضو هنا بيذكر انه الالتهاب الكبدي بيتنقل كان بيكوز باي unhygienic injection practice, unsafe healthcare, unscreened blood transfusion, drug use via injection and sexual activity, hepatitis C can range in severity from acute to chronic. يعني بيحصل الالتهاب الكبدي الفيروسي بسبب ممارسات الحقن غير الصحية والرعاية الصحية غير الآمنة وعمليات نقل الدم غير الخاضعة للفحص وتعاطي مخدرات عن طريق الحق والنشاط الجنسي. ممكن أن تتراوح شدة الالتهاب الكبدي C من الحاد إلى المزمن. هنا بيتكلم على انه هيتكلم باختصار عن الهيباتايتس بي فيروس باختصار ال HBV. بعد كده بيتكلم على الترانسفيوجن اسوشيتد هيباتايتس اللي هي TAH was a huge problem in the بيقول هنا 1960s اللي هي 1960 هيباتايتس A and B were susceptible to be the cause of TAH in blood transfusion patients. وهنا بيتكلم على انه TAH احنا ذكرناها دي بمعنى التهاب الكبد المرتبط بنقل الدم، مشكلة كبيرة في الستينات بيشتبه في ان التهاب الكبد A و B هو سبب بيبقى بسبب ال TAH في عمليات نقل الدم المرضى. وزي ما قلنا وبنكرر ان TAH اللي هي Transfusion Associated Hepatitis يعني التهاب الكبدي الفيروسي المنقول عبر نقل الدم. طيب هنا بيتكلم على برضو الهيباتايتس سي وبيقول ان هو is an inflammation of the liver caused by the hepatitis virus. It can be contracted through the transmission of blood from an infected person. This can be caused by unhygienic injection. يعني الفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي C ده ناجم عن فيروس الالتهاب الكبدي وممكن ان ينتقل عن طريق انتقال الدم من شخص مصاب لشخص سليم، وده بيحدث بطريقة الحقن غير الصحي. وكان زمان بيستخدم السرنجات الإزاز، والحمد لله بقى بتستخدم دلوقتي السرنجة البلاستيك، تستخدم مرة واحدة وبتترمي فبتحمينا من هذه الجزئية. مش معقولة الإهمال هيوصل إلى درجة إن واحد ياخد بحقنة كان واحد مستخدمها حقنة بلاستيك قبل كده. الحقنة بتستخدم مرة واحدة وبتترمي. طيب بيتكلم برضو في وسط الكلام على حاجة اسمها HBSAG. ايه معنى ال HBSAG الايجابي؟ بتعني نتيجة اختبار المستضاد السطحي لالتهاب الكبد B ال HBSAG الايجابية او النشطة، ان الشخص مصاب بفيروس التهاب الكبد B والعدوى قد تكون حادة او مزمنة، يمكن للاشخاص المصابين نقل الفيروس الى الاخرين عن طريق الدم. وبيتكلم على انه يعني بيتساءل بقى بعد كده، طب ايه بقى الجسم المضاد السطحي للالتهاب الكبدي بي اللي هو ال HBSAB او الانتي HBS. دي كلها معاني. هنا بنتكلم على المعدل الطبيعي لتحليل ال HBSAG اذا كان مستوى مستطاد التهاب الكبد بي السطحي ال HBSAG اقل من 5 مايكرو وحدة دولية فان الاختبار بيعتبر سلبي. في المقابل بيعتبر مستوى ال HBSAG اكبر من 12
مؤشر وقائي ضد العدوى. اذا كان المستوى ال HBSAG ما بين 5 و 12 بيعتبر اختبار غير حاسم ويجب تكراره بالتاكيد. طيب ايه معنى ان ال HBSAG نيجاتيف؟ ظهور نتيجه تحليل الانتيجين اللي هو ال HBS النيجاتيف بيعني انه لم يتمكن الاختبار من الكشف عن وجود مستضادات اما لعدم الاصابه بالالتهاب او ان المستضادات لم تظهر بعد، يعني الواحد يبقى مش متصاب او المستضادات لسه مظهرتش. حيث تظهر هذه المستضادات ويمكن الكشف عنها من خلال الاختبار بعد التعرض الفيروسي بحوالي من 1 لـ4 اسابيع، يعني لو الواحد عمل الاختبار وطلع نيجاتيف المفروض بعد 4 اسابيع يكرره تاني، لان ممكن تكون الواحد اتصاب ولسه ما ظهرتش. طيب ما هو اختبار ال HBSAG؟ ان تحليل الاجسام المضاده السطحيه لالتهاب الكبدي بي هيباتايتس بي سيرفس انتي بودي اور HBSAB هو احد تحاليل التهاب الكبد بي بالانجليزيه هيباتايتس بي فيروس تيستس اور HBV تيست التي تستخدم للكشف عن إصابة الفرد بالتهاب الكبد بي، ويبحث تحليل ال HBSAB عن الأجسام المضادة التي ينتجها جهاز المناعة استجابة للبروتين السطحي. كده احنا ذكرنا مجموعة من الاختصارات عشان نقدر نتفهم المقالة اللي هنبتدي فيها المرة الجاية، اللي هو كان عملها الباحث الدكتور تشارلز رايس مع باحثين اخرين، عشان لو ذكرنا اي اختصار من الاختصارات اللي قلناها دلوقتي نبقى عارفين معناها. مع السلامه.